الأغنية دقيقة، لا يكمل يا حبيب قلبي. هذا اللون تبع البدلة لون مشرشح. مشرشح؟ طيب وشو عرفك بلونها؟ لسه ما شفتها منيح. والله ما حدا مشرشح غيرك. أنا؟ إيه أنت. شوف، قبل ما تحكي عن البدلة ولونها، يا ريت تقوم على المراية وتشوف شكلك فيها. يا أبو محمود، سألوه للسرطعان ليش بتمشي على جنب؟ قال لهم كيف ما مشي الشاب بيلبق له. أنا حبيبي كيف ما عملت بيطلع مظهري جميل؟ شو دخل المظهر؟ ولك شلون شو دخل المظهر؟ ها؟ شوف منتصر ما بيطلع من بيته غير على أحسن طرز مرتب، وهندامه بياخد العقل. رأساً بتقول هذا فنان، هذا شاعر. لك عمي، لك الفن جمال، والفنان لازم يكون مظهره على قد فنه. يا جماعة، ملاحظين انه زودتوه على الفريق وسكتوه لمنتصر وقطعتوه وخلطتوا شعبان برمضان؟ لا، الحق علي، انا السبب في مقاطعة هذا الشاعر الانيق والعظيم. وابو محمود بيمون على شواربي، بس بحب قلك انه انا الوحيد الذي استطعت أن أحول حمار الوحش إلى لفعة. وعلى كل هي أحلى من الفولارات. الله عليك يا أبو فريد. ما علينا، تفضل أخي منتصر، رجعنا لتنظيرك عن الأغنية السورية. يا سيدي، غير مشكلة الكلمة في الأغنية السورية، هناك مشكلة في اللحن. في كتير من الملحنين بلحنوا الأغنية هيك
على فنجان قهوة، يعني شغلة ربع ساعة وبيكون اللحن جاهز. لا عم تبالغ هيك. لا ما عم بالغ، أنا بعرف كثير ملحنين بلحنوا الأغنية بهذا الوقت، ومشان هيك عم تطلع كلمات ولحن الأغنية أهبط من بعضها. لا منتصر عم تبالغ هيك. لا ما عم بالغ، أنا بعرف كثير ملحنين من هاي النوعية، مثل ما عم قلك منشان هيك عم تطلع ألحان الأغاني أهبط من الكلمات بكثير. بتذكر محمد الموجي الله يرحمه. تعيش وتاخذ عمره. تعيش يا منتصر. قعد محمد الموجي سنة كاملة عم يلحن أغنية لعبد الحليم حافظ، ولذلك هاي لا الأغنية. فهمني فهمني، بدك تسمعنا غنيتك ولا لا؟ ما راح أقول غنيتي إلا يكون ورطانيان بيناتنا. والله معك حق معك حق، لأنه ما حدا بيفهم عليك قد ورطانيان. شو هالجواب؟ لا مش هم سألت لسانه ها؟ أنا أشترك له. وبابا قال إنه جريمة تقتل مو مات طبيعي. هذا يعني قاصدينه فعلا. لكن شو صار لي ساعة عم اكتب لك عم قلك بابا قال انه انقتل، وانه قالوا له ممكن يقتلوه، وانه هو ما كان اخذ الموضوع عن جد. جريمة أكبر من اللي ببالك ببالك. ما فهمت عليك. هاي جريمة وراها دول مو أفراد، عصابات تحت إشراف دول. ليش بقى؟ لأنه حامل اختصاص مو مسموح لحدا مو أوروبي أو أمريكي يحمله. جاب هيك اختصاص؟ هلأ شو بعرفني؟ عم تسأليني أسئلة صعبة. فكرك حدا بتهون عليه بنتو؟ هلأ فوت لعند على الأوضة واسحب على الغدا، وشاهر كمان ما تتركه زعلان. شاهر تقول إياه خليه يعيش الواقع، والواقع اللي بدي يعيشه أحسن بكتير من الواقع عيشته الناس. يعني شو صار؟ إذا أبوه كان وزير ومع الوزير خربت الدنيا؟ شاهر مشكلته السيارة وما عنده مشكلة تانية. خليه يصبر علي شوي، عندي شوية حسابات بدي ساويها. شو السيارة رخيصة؟ لما كنت بعمره كنت مشتهي بسكليت. الزمن تغير، مالك شايف شو صاير بالدنيا؟ الزمن تغير تغير. رح يفتح الباب. حاضر رح افتح. اهلي خير. هذا التبليغ بعت لكم يا المختار، وقال اذا بدكم تستفهموا عنه هي رقمه بالبيت وبالمكتب كتب لكم اياه. شكرا. أعطينا التبليغ نشوف. مشوار. هي دعوة مرفوعة لابنك شاهر. شاهر! نادير شوف نادي. شاهر! خير؟
شو بدها؟ تعال هون شو؟ تعال هون. عودوا فهمني. منو هذا حامد ورعي اللي رافع عليك دعوة؟ وليش رافعها؟ هاد هاد ابنه من قبل شي 10 ايام رمى حاله على سيارتي وانا كنت عم صف جنب الرصيف. ايه وصار عنده شوية رد باجره، يعني شغلة بسيطة. ايه يومها قال لي ابوه ما بدي اعمل محضر شرطة ودخل ابني على المستشفى. ليش ما ضربت على قلبك وجيت قلت لي؟ ليش امتى كنت اقول لك على شيء؟ بعدين القصة كلها مو محرزة. ولك داعي الزلمة والقصة مو محرزة. ما دعسته، هو زاد حاله على السيارة. لك تضحك علي تضحك علي، هو زاد حاله على السيارة؟ ماشي. شلون تركك ابوه بعدين رفع عليك دعوة؟ شو بعرفني؟ ما بتعرف. أنا هلا بعرف من دكتور. قل لي مختار، شو قصة الدعوة اللي بعتلي إياها؟ احكي لي بالتفصيل مختار، بالتفصيل احكي. كذاب المختار، كذاب، وإذا كان المختار بيكون عم يحكي صدق يعني؟ لك أنت كذاب وستين كذاب، ستة أحرار عم تكذب، والله عم تهرب ساعة. لك شوفي شو صاير، شوفي؟ تعي اسمعي شوفي ابنك شو عامل. شو عامل لطالع خلقك هالقد؟ لك داعي الزلمة وعم يهدد أهله فيني، ولما طلت من الوزارة رفعوا لي دعوة، هي مختار السنة اللي حكيت معه. شو هالحكي؟ لك شو شو هالحكي؟ الحكي جايبه من عندي. لك ولا؟ شو بتعمل هيك؟ هذا اللي صار، شو صاير لكم يعني؟ ولك علي الطلاق، علي الطلاق، هالولد ما بينام بالبيت لحتى يعرف يحكي معي وما يرد بوشي ولا يعرف يصوت علي. لك يا ابو شاهر وصلت معك تحلف بالطلاق؟ قوم خلتي ولا؟ قوم قوم لك تجيب وشي ابنه نلع ليصير في عندك ادب ترجع لهالبيت. قوم قوم نلع. ايه رايح؟ شو طالع لك كذب بهالبيت؟ علي الادب هي هي نتيجة الدلال تبعك. شفتي؟ شفتي أخذت الدلال؟ بسيطة بسيطة يا شاهد. والله اللي جلطوني لسه، والله اللي جلطوني. ناقصتي أنا؟ لك ناقصتي. على كل هلأ بدي قلك خاطرك مؤقت وين رايح؟ مالي رايح، انشغل بالي. بشو انشغل بالك؟ بهالكلام الخطير يلي عم تكتبي لي اياه. اوف، لهالدرجة برأيك المشكلة خطيرة؟ طبعا هاي جريمة قتل مو عادية، مو لازم تمر هيك مثلها مثل غيرها. وشو بيطلع بإيدك وانت بآخر دنيا؟
لابد ما أعمل شيء. تركيني فكر وبقلك بس لاقي شيء أعمله. بابا دخلوا برأيك؟ قصدي ممكن حدا يأذيه؟ ما بعرف شو بدي قلك، خايف تزعلي. لا ما بزعل، قلي. أنا بتصور أبوكي عم يشتغل مع عصابة، وعصابة كبيرة. أوف، شو هالحكي؟ شو؟ مستغربة؟ مو كتير. بعد كل يلي سمعتيه وكتبتي لي إياه لساتك مو متأكدة؟ ما بعرف يا بلال شو بدي قلك. لا تقولي شي ولا تحكي لحدا انك حكيتي لي. لمين بدي احكي؟ يعني أي إنسان، مين ما كان يكون. أوكي. مو بس أوكي، أكيد الموضوع شكله خطير كتير، إلو علاقة بالبلد مو بس بتمام. ولي معقول؟ صدقيني وأكتر من هيك. على كل بس اوصل لشي خبرك. طيب دير بالك عحالك. طيب ديري بالك على حالك. Thank you.
شو هي؟ بتضلها هيك قاعدة لا شغلة ولا عاملة؟ طول بالك، هلأ بتقوم بتساوي البيت كله بس لو تخلص وظايفها. لك تضرب هي وظايفها، شو حتطلع دكتورة؟ قومي ولكتورة، قومي ساوي هالبيت أحسن مالك قاعدة عم تقري بطعمة ولا طعمة. إن شاء الله، بس خليني أحفظ النشيد. لك تضربي أنت والنشيد، قومي ولي. شو بعدين؟ بعدين ممكن انك تتزوج غير ببساطة يعني. تتزوج غير شهيرة؟ ايه تتزوج غير شهيرة على اساس انه شهيرة يعني مثلا الله خلقها وكسر الآلة. بس انت بتعرف قديش بحبها انا. بسم الله ونعم. عيد الله يوفقك. ببساطة هيك ببساطة شهيرة مو إلك، ممكن انك تتزوج أحسن منها بمليار مرة. لك يا سعيد ما بدي أحسن منها. لا بدك تطول بالك شوي. معلش يعني. انت نسيت كيف كانت تعاملك؟ نسيت حبوب المخدرات اللي كانت تعطيك اياهم من ورا ظهرك يا استاذ؟ انا كنت اطلب الحبوب، هي تعطيني اياهم حتى ما ازعل. انت ليش عم تحاول تضحك على حالك؟ انت بالاصل من ايمتى بتعرف حبوب الهلوسه؟ مو هي اللي عودتك عليهم من دون ما تعرف انت؟ بس خلص يعني اللي صار صار، وهي انا ما عاد اخذت حبوب. طيب وبلكي طلعت لك شهيره بشي قصه ثانيه غير هي. يعني انت قد شهيرة وقلعيبة؟ ايه سيدي قدها، ساعتها بتبحها من الوريد للوريد. حاج تذبحها وتذبحك من شان الله. اخي خذ الطريق من قصيره وطلقها، انت لساك شاب ومثقف وجامعي، يعني ممكن بكره ترجع استاذ مدرسة. ما راح ارجع استاذ اذا بيطقوا. اصلا اللي رجعوني استاذ مشان نجحها لهذيك الحمارة. بس فشلت هي وابوها، لك اذا بيموتوا ما راح نجحها. طولي بالك شوي، نحن عم نحكي عن شهيرة مو عن البنت وابوها، انسالي هاي القصة يا اخي. لك اصلا انت واحد اجدب عم تضحكوا عليك. ولك يا حبيبي هن بنياني طلقها لشهيرة مشان المدير يتجوزها، بس ما فشلوا. ما فشلوا خلي المدير يتجوزها. ايه يتجوزها، مين ما بده يتجوزها؟ ما عندنا مشكلة. لك يا اخي هلا انت بس طلقتها تنباع بالعزا، مين ما بده يتجوزها؟ ان شاء الله انت بتنباع. انا ما بسمح لك تحكي عن مرتي هيك. عيد عيوني، انا ما بحكي عن مرتك. لك اصلك شهيرة ما بدها اياك. لك ما فشلت؟ قومني لعن هون، قومني لعن هون. طيب هديلي حالك شوي بس. هلا عرفت ليش حابسيني هون؟ بدكم يعني ضل محبوس هون مشان يتجوز المدير؟ يا واطيين، انت تحديدا انت واطي. لك يا عيد اسمعني من شان الله. اخي ما بدي اسمعك، قوم من هون. انا بدي اقوم من اللي على برا، ما بدي اشوفك. اهلا وسهلا، تفضلي خير. هلا جابوا التحليل الجديد. طمنينا. لا التحليل منيح 100%، ما في اي اثر للمخدر. شو منيح؟ لكن ليش هيك عم يخبص؟ واحد مثلك عم يخبص ها؟ بعدين تعال اقول لك، انت موافقه تتجوزي المدير بدالي؟ انا؟ لا ما بقدر. سمعت باذنك؟ ايه سمعت. عندي شرط. شو هو؟ انك تاخذ الابره لانه صار وقتها. تعال تعال تعال، شايف يا اجدر؟
حدا يطلع هيك وحده؟ يسلم. خير بابا، شوفي اليوم الأستاذ حسن طلع بايع الورشة، مو اليوم، صار له زمان، ومسلم مفتاحها للمالك الجديد من العطلة الماضية. وشو بده يشتغل؟ نفس الشغلة، فتح معمل أكبر نسواني ورجالي. برافو، معناها بده يطور شغله، منيح. مزبوط منيح، بس خلى الخياطات برا الورشة. الخياطات؟ إيه، تركنا كلنا برا وما تنازل يخبر حدا انه مسلم الورشه لصاحبه ومتغير الغال. كلنا ضلينا برا بالشارع. يا عيب الشوم، حدا بيسوي هيك مع موظفينه؟ مو بس هيك، ما بده ولا خياطه بالمعمل الجديد. يعني جاب عمال جداد؟ اكيد، لكن ليش استغنى عنه؟ مساكين، شو بدهم يعملوا هلا؟ ما بعرف، صفيوا بالشارع. وما عندهم تامينه؟ لا، ما رضي يسجل ولا وحده، وفي خياطة قال لها على أنه طلبت منه يسجلها بالتأمينات الاجتماعية. وشو قالت بدهم يساووا؟ ما قالوا لي شيء، ثلاث أرباعهم تركتهم عم يبكوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا بابا هدول لازم ياخذوا كل حقوق. أنو حقوق؟ ما بيرد على حدا ومانو شايف حدا قدامه لحتى يدفع لهم حقوق. أنا بشوف لازم يرفعوا دعوة، ومهما تأخرت إلا بالنتيجة ما يكسبوها. ليش هنن معهم فرنج يرفعوا دعوة؟ بابا بتذكر مرة قلتي لي إنه هو بيحط الجداول عندك، ما هيك؟ أنو جداول؟ جداول يلي فيها الأجور والتوقيعات تبع الموظفين. إيه ليش؟ هل أنت جبتي كل أغراضك من الورشة؟ لا، قال أنا ما رح يستغني عني، وبكرة بده يبعت لي سيارة تاخذني على المعمل الجديد. منيح. بابا بكرة قبل ما تيجي على البيت بتصوري لي جدول الموظفين يلي وقعوا عليه. ليش؟ بدي أعطيها لمحامي مشان يرفع دعوة، وأنا رح أدفع له أتعابه وكل الوكالات اللي بيحتاجها. والله رح يقيم قيامتي إذا عرف. بكسر راسه عند الجد. بس يا بابا. بابا هي حقوق الناس، وحقوق الناس مو لعبة، وكل إنسان بيقدر يدافع عن حقوق الناس وما بيساويها بيكون خسيس. هدول رفقاتك، بينك وبينه في خبز وملح، ما بصير ما تدافع عنهم إذا كان عندك القدرة. بس بابا وقت اللي بدي يجيب الجدول هي مو خيانة؟ لا يا بابا، هي ما اسمها خيانة، هي اسمها الدفاع عن حقوق الناس، وهذا حق لازم انت تساوي. ليك بكرة الساعة 10 مر لعندي، بدي انزل على السوق بعدين بدي روح على المحل. اي حاضر. اي، ومر على سقاق الجن كمان مشان تفحص البطارية. على راسي. بيت مأجر جديد؟ لا، هذا بيت عمي. ليش؟ لا، أنا هون بيتي. إيه، أهلا وسهلا، تشرفنا. أنتي بنته لأبو لؤي؟ إيه، بتعرفي لبابا؟ لا، هو الوحيد اللي ما بعرفه، قصدي يعني ما تشرفت بمعرفته، بس سمعت عنه. شو عم تعملي هون؟ بدكم تسكنون؟ نحن هون عم نشتغل بالبيت أنا ورفقاتي. شو عم تشتغلوا؟ عم تعزلوا؟ لا، شو عم نعزل؟ عم نعمل مشروع للجامعة. جامعة؟ أيوة. صاركم زمان؟ يعني كم يوم. أهلين مادو. أهلين. مرحبا. هذا هو رفقاتك؟ إيه، محمود رفيقي. إيه، الله يوفق لنسفر. شعرك طبيعي ولا إكستنشن؟ لا، طبيعي. خير يا جماعة، شوفي شوفي. ما بعرف هي ساكنة هون عليها أسئلة كتير غريبة. مجنونة؟
فوتوا فوتوا بنحكي شو فوتوا. بابا برجع وبقول لك انا خايفه. لك يا حبيبتي يا روحي، شو بو نزار ها؟ والله ما شفت اذكى منه. نزار ذكي، ذكي ومزود كمان. انا صرت خاف منه على ادمانه ملعون. لك يا حبيبتي صرتي قايلتي لي هالحكي 200 مره، بس انا لحد هلا ماني عرفان ليش انت خايفه من هالزلمه. ما بعرف، الرجال شريكي وبيحبك. بعدين بحياتك سمعتي انه في وحده بتخاف من خطيبها لانه ذكي؟ خطيبها اللي بده يصير ابو اولادها وزوجها بتخاف منه لانه ذكي؟ مو هيك بابا. حبيبتي روحي، هي حياتك، هي حياتك، فكري فكري وخذي قرارك بهدوء. هي حياتك وانت حره فيها، اختاري الشيء اللي بيريحك. اي حبيبتي. بعدين تعي لقلي، خلي هاي فترة الخطوبة خليها تجربة، وساعتها بيكون قرارك صح. ايه حبيبتي، قومي اعملي لنا فنجانين قهوة يلا. تكرم عيونك يا أحلى أب بالعالم. هلا حسان حسان تعال تعال شوف الشوفة. شوفك شوفة عود تتفرجوا بس. شو ليش عامل بروفايلك باسم بنت؟ اشتغل لك بصاحبك المجنون منير؟ لك ليش في غيره مجنون بالبيت؟ يخرب بيتك، والله ما يعرف ليه يطبعك. لك شو بتعرفه انه انا؟ كان مبين من المحادثة وهو من كل عقله مفتكرك بنت. لك انت تقعد وتفرج وبس. بس هو حيحس عليك. ما رح يحس. تعال اسأله وين ساكن. ايه اسأله. بتفوتي حالك يا شهيرة بكل بلوى أكبر من التانية. بلكي دري منير بأبو عبده ولي. شو بدي قله؟ أكيد رح تتغير نظرته إلي. إيه والله عندي الدنيا كلها بكفة، ومنير ورضا منير بكفة. هلأ خليني ضبط قصة الورشة والفيلا، وبعدين خلي أبو عبده يبلط البحر. وإذا بده يعمل ولدان حرام حورجي ولدنت الحرام على أصولها. ألو وينك لهلا؟ يلا يلا شاهين يلا ما تطول علي. جتني بلوة بنته لأبو لؤي. بكرة بتشوف منير فايت طالع لعندي يا حبيبي. ايه بس ما حدا أحسن من حدا، هي كمان حاطة رفيقة وقاعدة. أنا بدبرها، رح أتغدى فيها قبل ما تتعشى فيني. معقولة يضل على علاقته معي بعد ما حكيت له؟ يا ريتني ما قلت له، أكيد رح يغير رأيه. شو بده بوحدة
أبوها زلمة عصابات. لا بس أنا شو دخلني بأبي؟ أكيد أكيد ما رح يبعد عني، هو بيحبني. وصلت القصة لقتل العلماء؟ طيب ليش تركوه يدرس عندهم إذا بدهم يتخلصوا منه بعدين؟ أكيد أكيد في سر ما حدا بيعرفه. لك سر شو؟ المسألة واضحة، يمكن ما قدروا يستفيدوا منه مثل ما بدهم. أصلاً من الغباء الواحد يظن إنه المنح الدراسية والاختصاصات يلي عم يصرفوها عليها الأوروبيين كرمال عيون العرب. إيه لو بحبونا كل هاد ما عطوا أسلحة لإسرائيل مشان تذبحنا فيها. إيه العمى، والله مو مصدق عالم بينقتل ببلده وما حدا سائل عنه، والمسؤولين لاحقين غيره لا يحاسبوه شو عم يكتب بالجرايد، والمي عم تمشي من تحت رجليهم. إيه والله شي بيجنن. ولك وين كانوا المباحث؟ شو عم يعملوا؟ مو لحق عليهم، هي ضريبة الجهل. يعني البلد من وين بدها تجيب مباحث؟ من برا؟ هيك ظروف بدها تجيب هيك مباحث. يا ترى رح يحسنوا يمسكوا اللي قتل الدكتور تمام؟ لما رح تضيع الطاسة؟ ايه الله يرحمك يا أبي، كل ما كنت أحكي عن حدا وشبهه بحدا كان يقلي مو كل أصابعك مثل بعضهم. الله يرحم. مزبوط. هلأ نوارة مثل أبوها؟ هي أكيد لا، أنا بعرفها وعاجنها وخابزها. الله يعينك يا نوار على هالأب، الله يعينك. شو ذنبك تعيشي مع هيك بني آدم وخالي مرت أب أزفت منه؟ أوف. لازم روح بلغ عن الموضوع، على الأقل اللي عرفته من نوارة يمكن يفيد بشي.